يقول: ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد، وما هو وقت صلاة التهجد، وكم عدد ركعاتها، وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا، وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح، أم أن ذلك لا يجوز؟ أما صلاة التراويح فإنها سنة مؤكدة، نعم، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين. أما تأخيرها كما يقول السائل، تأخيرها إلى وقت آخر ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح، فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها. فلو أنهم أخروها لا نقول إن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل. أما التهجد فإنه سنة أيضا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل، القيام بعد النوم، خصوصا في ثلث الليل الآخر أو في ثلث الليل بعد نصفه، هذا في جوف الليل، هذا فيه فضل عظيم وثواب كثير، وأفضل صلاة التطوع، أفضل من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، من أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي شد وطن وأقوم قيلا. نعم. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإنسان صلى التراويح وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل وتهجد لا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام ويتهجد من الليل ما يسر الله له، لكن الأفضل وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل لكن تفوته متابعة الإمام، الأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. فيتابع الإمام ويوتر معه، ولا يمنع هذا أن يقوم من آخر الليل ويتهجد. والحديث الذي يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لا يتعارض مع هذا، نعم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، هذا يكون خاص بمن لم يصلي مع الإمام التراويح. نعم. جزاكم الله خيرا.